إنزال كبير للعائلة الجزائرية على شواطئ البحر بسبب الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة التي تشهدها البلاد خلال الأيام الأخيرة، حيث وصلت إلى 49 درجة في الجنوب. أشرق نيوز رافقت عناصر الأمن الساهرين على أمن وسلامة الوافدين للشاطئ الغربي الواقع غرب العاصمة، الذي يعرف توافد جموع كبيرة من المواطنين من جميع ولايات الوطن. أنا جيت من بسكرة، جيت لبلاج ويست هنا في الجزائر العاصمة. بلاج الله يبارك، ما شاء الله الشرطة والأعمال الحماية المدنية كامل ما شاء الله ربي يبارك. لبلاج آمن ما شاء الله، يعني الحمد لله. أنا فوتنا فاكونس شابة جايين من بسكرة، جينا هنا فوتنا فاكونس في قصدي الله يبارك. كان من البارح بيت هنا شغل كلش الله يبارك، من الأمن عجبني الأمن، شو الامن والامان. بلاج هذه مسقمه، بلاج فاميليال الاز، وكان سيكوريتي كان امان. دوك لي فامي كيجوا لهنايا كيقول بلاصه فيها امنه، ماذا بهم يجوا يريحوا فيها الاز. لان عدد الاصابات بوباء كورونا عاد للارتفاع مجددا، ما يستدعي اتخاذ الاجراءات الوقائيه بشواطئنا. من ناحيه كونتاميناسيون ناقصه، ما كاش غاشي بزاف كما كتشوفي في البلاج، لي باراسول بعاد على بعضهم. والكوفيد صحي على كل حال، أزمة الكوفيد الله يبعد علينا البلاء هذا إن شاء الله، تحاسمت علينا ما عندناش لابريسي وين نخرجوها. احنا لي زالجيريان زعما واحد يحب يصولاجي، يحب يديغاجي خدمة، يحب يديغاجي ريح يصولاجي في راسه، تما لازم البحر ما كاش كيف. اون بلاج فاميليا سيكوريزي، لابوليس ملي تدخل حتى لابلاج انتيكس مشغول بارابور كورونا تاني تما ان شاء الله البلاج يقعدوا مفتوحين، كيف فهمتني؟ قوموا واحد عندهم يجوز الوقت إن شاء الله. يبدو أن شواطئ البحر أصبحت الملاذ الوحيد للجزائريين من أجل الترفيه عن النفس والاسترخاء في ظل شح الهياكل الترفيهية.